قبل مناقشة ملف أزمة المغيبين قصرا في العراق، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزيزي. أهلا بك. يعني رغم مرور أيام على تصريحات الحلبوسي من وصف أو وصف المغيبين فيها في العراق بالمغدورين جرت تصفيتهم، إلا أن الحكومة لغاية هذه اللحظة تلتزم الصمت تجاه هذه التصريحات الذي من المفترض أن يطال الاتهام الميليشيات ضمن تشكيلة حكومة السوداني أصلا. الحقيقة قبل كل شيء المجد والخلود لشهداء العراق عموما والعودة سالمين للمغيبين حقا إذا كان هناك فعلا تغييب واختطاف، لكن الرحمة والخلود لكل الشهداء المغدورين. الموضوع هذا الحقيقة أخذ تداعيات كثيرة بعد تصريح الأول السيد الحلبوسي في بداية العام الحالي، لما قال أنه منطقة جرف الصخر منطقة مشفرة ولا يمكن الدخول لأي مسؤول مهم كان إذا كان عسكري وإذا مدني على أعلى المستويات الدخول وكشف حقائق اللي جارية في هذه المنطقة. يعني الحقيقة هذا الموضوع أيضا له علاقة بما جرى خلال الأعوام من 2014 إلى 2017 وما تلاها وحتى اللي سبقها منذ الغزو الأمريكي الغاشم على بلدنا وتدخلات الميليشيات الولائية. حدث هذا يعني نسميها المشاهد الدرامية التي الحقيقة يندى لها جبين البشرية عموما، من قتل على الهوية وخطف وتغييب وقتل وتنكيل بالعوائل وخصوصا في مناطق معينة نتيجة هيمنة الميليشيات ونفوذ إيران، وأيضا تغاضي القوات التحالف الأمريكي اللي هي كان يفترض أنه هي اللي تشرف على الوضع الأمني وسلامة المواطنين العراقيين باعتبارها دولة احتلال، لكن للأسف الشديد حتى الدول الكبرى والدول العربية ومنظمات حقوق الإنسان لم تعير اهتماما كافيا لهذا الموضوع، وما زال الأمر غائب. وللأسف أيضا بشدة نقول أنه هذه الورقة تستخدم للمزايدات السياسية وللسباق الانتخابي لهذا الطرف أو ذاك. الموضوع يجب أن يكشف لأنه العوائل لا يمكن أن تستمر بهذه النكبات دون أن تجد مصير أبنائها أين يكونون الآن. يعني طيب، يعني هنا أيضا هل ممكن أن نسأل أنه أن تكون تصريحات الحلبوسي هي بالون اختبار بمعنى لمعرفة ردود فعل ذوي المغيبين، وستكون هناك ربما حقائق تكشف بعد حين، مقابر جماعية أو سجون سرية ربما أو حقائق عن المغيبين قسرا، فردود فعل الأهالي ربما اليوم تحدد ما سيؤول إليه الأمر فيما بعد. تمام، هذا هو طبعا اللي يفترض الآن، هي تكون هناك احتجاجات، هناك اعتصامات، هناك تضامن شعبي عراقي حقيقي، وطبعا لفت الانتباه للمنظمات الدولية خصوصا يعني منظمات حقوق الإنسان، الأمنستي انترناشونال، الهيومن رايتس ووتش، الأمم المتحدة بأكمل يعني دوائرها ومؤسساتها أن تلتفت إلى هذه القضية وتطالب القوات الأمنية أولا والقضائية والحكومة ومجلس النواب وكل من له صلة بما جرى خلال 20 سنة الماضية أن يركز على كشف مصير هؤلاء. هذه من ناحية. من ناحية ثانية الحقيقة هذه القضية بالنسبة للسياسيين لا يمكن التعويل عليهم، التعويل على الشعب العراقي، لأنه بكل صدق نقول أنه المضحي والضحية الأول والأخير هو الشعب بنسيجه الاجتماعي، بعلاقاته، بالتكافل الاجتماعي اللي يفترض يبقى الآن، لأنه هؤلاء أبنائنا، هؤلاء أخواننا، أخوتنا، عوائل العراقية. لذلك أنا يعني أشدد على أنه الكشف عن حقائق عبر القضاء، عبر منظمات حقوق الإنسان، الحماية المدنية، وأكو هناك مسائل وأرقام مذهلة الحقيقة مرعبة. يعني أنا في قراءاتي لقيت أنه هناك 200 مقبرة جماعية لم يكشف عنها لغاية الآن، يعني حتى بتحديد بعض منظمات حقوق الإنسان أنه لم تفتح ولم يكشف عنها، فهذه أيضا نقطة مهمة ممكن التطرق إليها فيما بعد. نعم. كيف يمكن أن تكشف هذه المقابر أو هذه عمليات والانتهاكات إذا كان أعضاء مفوضية في مفوضية حقوق الإنسان تقول أنه السلطات الحكومية وأعضائها
لا يتجاوبون مع المنظمات الدولية للكشف عن مصير المختطفين؟ هذا هو اللي يعني الحقيقة يلفت الانتباه، لأنه هؤلاء مرتبطون بجهات ولائية، أحزاب متحكمة الآن، وهم كلهم مرتبطين بإيران. واللي انكشف لغاية الآن، وأنا الحقيقة بشكل شخصي أيضا وجدت بأنه جرف الصخر هي تمثل يعني بمثابة الحكومة، يعني الدولة العميقة للميليشيات الولائية. يعني هناك أقبية سرية، هناك منصات، وهناك يعني مصانع للذخيرة وللعتاد، هناك أيضا يعني، لذلك الحلبوسي قال هذه ممنوعة على العراقيين الدخول إليها. إيران تتحكم بها وبمعرفة واضحة من قبل القوات التحالف الغربية الأمريكية التي تغض الطرف عن هذا الموضوع، لأن هناك تقاسم نفوذ، يعني هذه لإيران وهذه لأمريكا أو ولحلف الناتو. لذلك أنا أقول الشعب العراقي يجب أن، الآن هو البلد كله محتل مثل ما نعرف، أنه هناك احتلالات، ليس احتلال أمريكي فقط وبريطاني وناتوي، وإنما أيضا احتلال إيراني. الحقيقة يجب على الشعب العراقي أن يوحد الصف، صفنا والمنظمات الدولية، ومثل ما قلت بالبداية أنه يجب أن نكشف مصير بلدنا إلى أين يسير الآن. نعم دكتور، أيضا ربما ما يفسر سكوت الحكومة أو السلطات والمؤسسات الحكومية في العراق، وهي أنه مفوضية حقوق الإنسان تشير إلى أنه جريمة الإخفاء القسري في العراق غير مدرجة في القوانين، ويعني يعد هذا ربما تفويضا أو تواطؤا قضائيا يعني التغاضي عن هذه الجريمة. نعم هذا صحيح، هذا هو أيضا من النواقص، من المثالم اللي التشريعية اللي موجودة الآن. هو فعلا لا يوجد تشريع، نص قانوني يطالب بالكشف عن المختطفين والمغيبين والمغدورين. لذلك القضية هذه يجب أن يكون هناك فعلا تشريع قانوني يلزم الدولة، يلزم مؤسسات الدولة كقضاء، كجهات أمنية، كحكومة، كداخلية، وزارة داخلية، وزارة الدفاع، أمن وطني، هذه يجب أن تكون هناك محاسبة أمامها في حالة اختفاء أو اختطاف أو قتل مغيب بهذه الطريقة أو تلك، أن يكشف مصيره قبل ما يطالب السيد الحلبوسي مرة ثانية، نرجع إلى يقول أنه تعويض أهالي المغدورين. طب كيف نعرف أنه تعويضهم إذا لم يكن هناك معرفة حقيقية عن المغدورين أولا، ثم من قام بالغدر بالخطف والقتل؟ أيضا محاسبة. يعني هناك عدة خطوات حتى نصل إلى نقطة أو خطوة التعويض. طيب هنا أيضا كيف ترى وتصف موقف الأحزاب التي تدعي أنها تمثل المحافظات المنكوبة إزاء ملف المغيبين، ولا سيما بعد أن تم استخدامها مرارا بالبرامج الانتخابية والدعاية الانتخابية؟ المشكلة في الأحزاب الآن، والمشكلة حتى في التركيبات اللي موجودة المحلية. يعني حتى في المناطق اللي حدث فيها غدر وفيها خطف، لا توجد وحدة كلمة. الحقيقة العشائر والعوائل الكريمة يجب أن توحد كلمتها، توحد الصف، المطالب تكون واضحة، الخطاب يكون واضح، الاحتجاجات تكون موحدة، لأنه العدو الحقيقة أعداء الشعب العراقي نفذوا ومزقوا الصف الوطني والنسيج الاجتماعي. لذلك علينا أنه الآن المطالبة ليس فقط بشكل فردي وإنما بشكل جماعي. أنا سمعت اللقاءات والخطابات اللي موجودة لأمهات الثكالة اللي موجودات الآن لمناشدة الجهات المسؤولة. أنا أقول شيء مهم جدا على الشعائر العربية الأصيلة العراقية، على العوائل أن توحد الصف من أجل الوقوف صف واحد للمطالبة بالكشف عن أبنائها دون الانفراد بهذه العائلة أو تلك. هذا هو المطلوب الآن، مع التضامن العراقي الحقيقي، مع تضامن أيضا المنظمات حقوق الإنسان وحماية العراقيين. هذه من ناحية تشريعية طبعا راح يكون هناك إجبار للجهات بنصب محكمة، بتشكيل محاكمة عادلة للكشف عن القتلة، ومن يكون أسلوب من الضغط أكثر من قبل الأهالي. الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.